وهذا هو طبق الشيش براك الشهي واللذيذ واللي كتير بيشهي. تابعوا الفيديو للأخير لتشوفوا طريقة التقديم. وفي مقولة شهيرة مثل ما بقولوا، الشيش براك على قلبي برك. تابعوا الفيديو للأخير لتشوفوا طريقة تحضير وتقديم الشيش براك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم في كل متابعيني في قناتي على اليوتيوب مطبخ قمر أعزان العربي. اليوم راح نحضر معكم اكله هي الشيش براك. راح افرجيكم بس اشوي اللبن قدامكم وطريقه تقديم الصحن. اوريدي انا عامله الشيش براك، عملته مسبقا، وبس هلا راح احضر الطبق قدامكم ونشوف اللبن كيف راح يتحضر. عندي تقريبا كلين لبن، هذا اللبن كتير هيك بيرفكت ما شاء الله، وهيك في على وشه هاي اجدة بيقولوا له اجدة، بتشيليها هيك بسم الله الرحمن الرحيم، بتشيليها كلها بتحطيها على صحن عشان لما نخفق اللبن يطلع كتير بيرفكت. وهلا تقريبا هاي عندي كلين لبن، لكل كلين بنحط لها تقريبا معلقتين نشا مع الخفق الخفق المستمر. ويلا وعندي كمان بالنسبه للوش راح نحط لها نقلينا بصلتين، ثلاث بصلات ناعمات جدا، وعندي ثوم قشرته وغسلته وهرسته مهروس، وعندي كزبره ناشفه مشان اقليه على وشه، وفي عندي كزبره خضراء انا كثير بحبه بالكزبره الخضراء كمان، بتقليها على وشه وتحطيها. وبالنسبه بنحكي شوي عن الشيش براك. الشيش براك انا رح شويته بالفرن تقريبا ربع شويه، وهلا رح ادهن وشه شوي من السمنه واكمل له شوي. انا بحبه مشوي، انا بحبه يكون كثير مسلوق جوات اللبن، فهمتوا علي كيف؟ بعدين بعد ما بينشوى رح اسقطه جوات اللبن فبيتم بقرشته، ما بيشرب كتير لبن وبفنش يعني معنا. اللي بده يسلقه على كيفه، بس انا هي هيك طريقتي، فهمتوا علي كيف؟ يلا معي مشان نشوف كيف تحضر اللبن. هذا اللبن حميت الطنجره، بدك تحمي الطنجره كتير حمي اوفر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين بتضيفي اللبن، وطي شوي عليها، بتضيفي النشا، هاي معلقتين نشا، بسم الله بتخفقي، تمي هيك بتخفقي لبين ما يصير انسيابي. من تم بالتحريك المستمر لبينما يوصل لدرجة الغليان، ومو الغليان اللي كتير اوفر، بتحطي اصبعتك خنصرك وبتشوفي انه بحيث يكون مناسب، تمام؟ مو الغليان اللي كتير كتير اوفر، انتي علي كيف؟ يعني السخونة العالية بس مو الغليان، ما تخليه يغلي. وهلا انا بدي اقلي الكزبره والثوم، راح احط معلقه سمنه، بسم الله الرحمن الرحيم، خليها شوي تحمى، بسم الله. وهلا راح احط بسم الله الرحمن الرحيم، راح احط الثوم، هاي تقلاية يعني للشيش براك. وراح احط البصل كمان، هو هيك نظام بس اسقط يعني نسبة سمنة صغيرة، بس بحط الكزبرة بحط نسبة زيت. والكزبرة تقريبا 4 معالق
ناشفين ومطحونين، انا بحبهم على ايدي يكونوا هيك يعني ما كثير ناعمين مجروشين جرش كثير. انا بحبها تطلع ريحتها كثير كثير كثير، تطلع ريحتها لذيذه. وخلص تقليت، هلا راح اضيفها على وش وش الشطه. هاي الششبر، هاي الششبرك، حبات الششبرك طلعتهم من الفرن وصاروا كتير بشهوا ومنظرهم كتير لذيذ. وهلا راح اسقطهم باللبن. وهاي الكزبرة الخضراء لحمولة الطواي بنسقطها بنقليها شوي صغيرة بس ندبلها في الزيت عشان نضيفها على وش الششبرك. بدي اللون الاخضر يتم فيها. خلص خلصت. هاي هون اللبن صار عندي جاهز ما شاء الله، وطلع هيك انسيابي وبشهي. راح احط حبات الششبرك اللي حطيتهم بالفرن وصاروا كتير بيرفكت، راح اسقطهم جوات اللبنات. بس يغلي غلوة وحدة، بس فجة وحدة غلوة، بس غلوة، لانه يعني انا مش حطيته بالفرن لامنع شربه لللبن، لأمنع شرب. بس حبيت افرجيكم مقطع عرضي من جوا، هي كتير كتير مني وصغيرة وكتير بتشهي مشان ما يشرب كل اللبن. وهلا بطلع كتير كتير بيرفكت. يلا معي لنسبه ونحضره. طبعا منرش لها رشة ملح، نسيت احكيها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي حبات الششبرك الشهية واللذيذة، واللبن الانسيابي الكريمي اللي بشهي. التتبيلة بسم الله الرحمن الرحيم، حطها على الوش. سبع البهارات هيك للرشة ويعطيها هيك لذاذة وريحة طيبة. وهي هي وصفتي، خلصت لها اليوم. وإذا حبيتوا الوصفة وحبيتوا طريقة تقديمي لطبق الششبرك، وبحكوا لكم كمان بقولوا ششبرك على قلبي برك، إذا حبيتوا هاي الطريقة لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو لأصحابكم. وما رح ننسى انه ندوق. بفرجيكم المقطع العرضي اللي كتير صار طري وبشهي، بس بتحطيه باللبن فورا بشرب اللبن وبصير كتير بشهي. تبعوا هالطريقة، حطوه شوي بالفرن وما رح تندموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.